بأصوات المطارق وتقطيع الخشب تعج ورشة العمل هذه في جدة في دبي بعد المباشرة بتشكيل هيكل أكبر سفينة خشبية في العالم، يؤمل لها أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية قبل دخولها الخدمة الفعلية، ليس كمركب سياحي أو مطعم عائم بل كسفينة شحن تجارية. علمنا الله يغفر له ويرحمه أبونا أن كل سنة نسوي أكبر عن المحمل أكبر عن الثاني، وإن شاء الله نفكر إحنا شغالين على المحمل الجديد إنه يكون يدخل في موسوعة جينيس، مثل ما علمنا الشيخ محمد الله يطول بعمره إن إحنا نحب الرقم واحد. فبعد تدشينهم لمركب عبيد 10 العام الماضي والذي يعد من أكبر السفن الخشبية في العالم، وضعت مخططات المركب أو المحمل العملاق والذي سيبلغ طوله 84 مترا بعرض يناهز 20 مترا، موفرا مقدرة استيعابية لحمل 4000 طن من البضائع المتنوعة. ورغم الطابع العصري الذي تعرف به إمارة دبي، إلا أنها لا تزال تحافظ على مكانتها في هذه الصناعة التقليدية، بل وتمكنت من تطويعها وتوظيفها لخدمة عدد من المجالات السياحية والتجارية.